الزول ايت مع اسماء باراني وليت لكم معكم دهية في قناة دهية بيوتي. اخويا وماماتي وبابا راهم مجمعين منايا كراهم يديروا لي في التشويش. علاش؟ المهم الحلقة تاع اليوم يسموها حلقة النفاق. بغيت نحكي ليها في النفاق، بغيت نحكي على النفاق. المهم شوية تلفت لي هضره باغراف. المهم شاه كاين وحده كومونتات لي قالت لي وراكي حاسبه روحك دهية في الاوروب ولا في امريكان كديري لنا لي فيديو كيما هكا تبارطاجيه معانا. عبالك بلي خلعتنيك شغل درت بو قاعد هكا عقلي تبلوكا قاعد تشوف في الكومونتير هذاك. واختي راني في الجيري وكراني بارطاجي لي فيديو معاكم وكراني نحكي لكم ونبارطاجي صوالح مفيدين وبارطاجي حياتي. ومن بعد اي الور على هذا النفاق كي مسلسلات ولا افلام كيتبعوهم كل وحده اوروبيه ولا امريكانيه ولا تركيه ولا معبالش كاع الراسه تاعها من جايه كيتبعوا لها الافلام تاعها كيتبعوا لها مسلسلاتها كيتبعوا لها الغناء تاعها مالكري هما ما فاهمين فيها والو. وش تخلي قرايتها تخلي ولادها ينحرقوا تخلي خدمتها على جال باه تبع داك المسلسل ولا تبع داك الفيلم ولا دراها ما تلقاه الدور التالي هي تريكو ماشي سويته وتروح تشري الاغاني وتريكو تاعهم. لا وش اون بليس دو سا شي يديروا لك كيجيب لك ليك من الشعب راه يضحك عليا فخوره بنتي يا عمري امي انت قلت لك اني فخوره بنتي. المهم خاوتي خلوني نفهمكم حاجه واحده اخرى. مع واحد طاكسير كيما هكا قاعدين وحط غنيه وقعد هو هذا رابر امريكاني كان ما نعبليش كي يسموه هذاك رابر ما تبعش انا بزاف غنى كان حط غنيه وهذيك معمره معايا شوف اي وجهي وجهي اشتاح وجهي راني انا كاميري لافو تاعك. المهم انا باختصار قلنا معمره معايا صوالح كلام ماشي مليح ما ينقاش وحدكم ما تسمعش. المهم قاعد داير كيما هكا زعما كتشوفي هو قاعد تك 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 السيد ما راه فاهم فيها والو غير عاجبه الريتم راه قاعد داير كيما هكا وما عبالش قاعد يدير كيما طبايا كاع خاسرين تافهين ما فيهم حتى فايده. المهم شو غادي نقول لكم شهاد النفاق خاوتي بنت بلادك راهي دير لي فيديو شو راني ندير راني بارطاجي معكم منايا لهنايا لابسه تليكم محترمه نحكي لكم مواضيع كي دايرين سمعتوني نحكي لكم نفهمكم ازمات الاقتصاديه نفهمكم مواضيع مليح نفهمكم الوحده تجي تغسل الماكياج كبارطاجي معك ماكياج. وبعد كي اخواتي واش فيها انا ما بويا راهم حدايا انا راهم يسمعوني راهم كيما قلت لكم انا المفتخر بنتي واه ما ولا لا نيشان ايه نيشان انا ما راني نفتخر بروحي علاش ام راني نقدم صوره للعالم البنت الجزائريه كي عايشه كي واحد ما يعرف والو على الجزائري ويشوف يوتيوب كيما كتلقى انسانه متقفه انسانه محترمه نفسها كتقدم ايماج شابه كتهضر كلام مفيد كتهضر حاجه. شوفوا لا تدخلوا اليوتيوب تاعي شوفوا لاشين تاعي لي فيديو كراني دايري بس كل اللي ما يعرفنيش كيقد يغلط فيا بصح شوفوا المواضيع اللي كنحكي فيها معكم او مو انا ماني ناكل شدراهم من الناس ولا راني مضيعه وقت الناس شكون شكون غادي نقول ثاني شاش كنا نهضروا احبابكم درت فيديو ماهوش خير منا واه اللي داروها ماهوش خير منا قالت هاي خمو ميمتي اللي داروها ماهوش خير منا وعلاه ما نديروش حنا كاع كيف عندنا كاع عقل واحد وعندنا زوج كرعين وزوج يدين وكاين ناس ما عندهمش كاع وطلعوا وداروا يوم بعد شاد النفاق اللي رانا عايشين فيه كي وحده اختار نمشي من بنت بلادي شندير كان روح نشري تريكوات مع القين تصاويرها وكان ضيع وقتي ونضيع حياتي على جبهه تفرج افلام تاعها ونتبع غنى تاعها وما لقيت هما ما كانوا فاهمين فيها والو ما لقيت تافهين وكيديروا صوالح في الافلام تاعهم يا يا ومن بعد كينا معليش هادو كنتفرجوهم باسكو هادو ماشي ولاد بلادنا بصح بنت بلادي لا. المهم شكون غادي نقول لكم المجتمع الفاشل اللي راه باغي يقعد فاشل هو اللي يلقى الانسان اللي باغي ينجح كيما حالتي كيما هكا انايا ويفشله طيح له المورال وفشله بصح المستمع اللي يكون فريمون ناجح ولا اللي باغي ينجح كيلقى انسان فاشل وكيدعمه ويحسن من المستوى تاعه وكينجح معاه. شتو الديفيرونس وراها بيناتنا؟ المهم انا ماش غادتني عمري ولا باسكو درت فيديو هكا باسكو غادتنا باسكو راهي غادتني انا راهي غادتني شيره كي قريت كم وقت كيما هكا روح ديريكت البروفيل تاعها نشوف لقيت التصاور تاع وحدين هي راني يسير بلي هي ماهيش فاهمه كاع دوك الناس شكون ولا شراهم يمثلوا ولا راني يسير بلي افلام تاعها ما جرامي شافت فيهم كومبلي تشوف فيهم مقصينه عطينا فيلم تاع زوج سوايع هي تشوفه زوج سوايع كي دايره يا هضر زوج سوايع زوج سوايع هي تشوفه في نص ساعه ما فاهمه والو كيما قال لك وقاطع. المهم خاوتي كنقول لكم بلي انا كراني سعيده بلي راني نديره ما بويا راهم هنايا ما عندهمش بزاف بويا ديجا يقول لي طيبي لي قهوه خويا خويا راه داير يشوف فيا راني عارفه روحي شنو نقول والدي يا ربي ربي وحده فحله ربي وحده عندها طاعه تهضر
سمعتيني، ماشي انا اللي خاف عليا، وانا عارفه روحي بلي وين ما ندخل نسلك راسي، بس كون عندي هنا سمعتني بليتو سمعتوني، ماما صحتها اللي قالت لي قولي سمعتوني ماشي سمعتني. المهم كنقول لكم نخليكم تهلاو في روحكم، انا كنحبكم. شو تقول باي حاجه؟ واش حاب تشرف بلادي؟ ايه المهم تي قالت لك انا بنتي تشرف بلاد، وبنتي عقلها يوزن بلاد. يا عمري انا ندير حاجه اللي تشرف بلادي. ايه صح في الجزائر وا صح، حنا كاع الشعب حقرنا يوم بعد كاع الشعب دارو، حنا ما نديروش شاني ندير انا. المهم المهم هذا الفيديو انا ما غاديش نقطع منها، غادي نبعثه كومبليكي معاك خاطرش انا اللي بغيتكم تشوفوه كاع، ماني باغي نقص منه والو. كيما قلت لكم بارطاجي معكم لي ماما صراولك كل هضره والغيره تهضر. يا عمري انت ولا غيره هضرت او تحصي كيما قلت لك مو بالك غيره هضرت او تحصي قالك عنده ولا تحسد؟ ايوا استغليت العصا الناس داك اللي كيحصوا لها قالك عنده ولا تحسد. المهم اوه الشعب منا راه دابز. لا خلي الشعب يسمع ورانا عايشين. علاش في الجزائر متعزين على جشير؟ طفيشه خليهم يشوفوا نورمال هم والفين. علاش علاه؟ المهم راكم تشوفوا كي راني كيفكم عايشي كاع سيتياسيون وحده، كاع مجتمع واحد، الشعب منا راهي دابز واحد راه نلقاه في قايس في خو، وانا كراني هنايا مجمعه نحكي معاكم كنقول لكم نحبكم. قلت لكم امي انت بنتي عاقله خاطي طواش وراك قاعده في الدار ديك الزين موت عليك. المهم يا جماعه خاوتي كنقول لكم تهلاو في روحكم وما تنساوش كتشجعوني كتدخلوا تشوفوا لي سفري. واحد ما شافنيش كيما هكا بالك هذا الاول الفيديو الاول اللي يشوفه يدخل للاشين تاعي يشوف لي فيديو اللي نحكي معاكم فيها وشوف انا شنو بارطاجي معاكم. نقول لكم باي تهلاو في روحكم الى الملتقى باي. Ha ha ha.